بوشل، محمد مران، علي صادق الحسن، ماجد كشيش، مشاريبوف، وعلي لجامي. وضربه حره عند سعد الجير، فيها الكره الابهى، فيها الكره الابهى، وهنا سعد الجير، سعد الجير، ونواف العجيدي رجعت على طول عند امين الصعطوشي. امين عطوشي يتقدم مبكرا في الجانب الايمن عند سعيد اليامي على الارض لعبد الفتاح ادم. طلع المره دي سعيد اليامي بيحاول ان هو يظهر له عبد الفتاح ادم. سعيد يلعب الارضيه العاليه ولكن الفارو جونزاليس نزلت عند سعد الجير. هنا الخطوره، هنا الخطوره، هنا الخطوره، هنا الخطوره، هنا الخطوره، هنا عبد الفتاح. يعني يمكن لعيبه ابها لحد دلوقتي كل توقعاتهم للكرات الارضيه ناجحه. تمرير على الارض عند عبد الله الخيبري، لعب الكره عند جيستن كونان. كونان يلف العرضيه جوه المنطقه، رونالدو استلم هيئه للصاحب ولكن زكريا سامي يضغط ويلعب له كوره. رونالدو بيحاول ان هو يظهر لكن كونان بيقول له اصبر. هنا عبد الرحمن غريب، هنا مران اتحرك، لكن هم مصممين على نقلات كثيره في وسط الملعب. هنا بينيه حلوه، حلوه لسلطان الغنام، حلوه لسلطان الغنام، استلم الغنام عرضيه عاليه القائم الثاني. يا ولد الى الحسن مره ثانيه من جديد، علي الحسن هرب هرب علي صادق الحسن، لعب على الارض الى مران. شوف هنا التدخل لكره من جوستافو الى تريسكا، تريسكا لعب الكره لرونالدو، رونالدو وسع، رونالدو رجعت لتريسكا. يا رب 70 دقيقه من عمر احداث المباراه، ابها واحد والنصر لا شيء. كره عاليه لكن تنزل في وسط الملعب، تريسكا ما تلاقيش اي حد الا امين عطوشي. سعد بجير في تغييرين قادمين وبينيه حلوه لعبد الفتاح ادم. ادم والعقيدي، حائط الصد بتاعه في أرضية الملعب. رونالدو من مسافة بعيدة، رونالدو يسدد، رونالدو لكن رونالدو على يمين، على يمين إيماسي، رونالدو يعيد المصري للمباراة من جديد. 1-1، كريستيانو يسجل تاسع. وركلة جزاء بعد العودة إلى الفار، أندرسون تاليسكا وإيباسي، تاليسكا وإيباسي، إيباسي وتاليسكا وإيباسي، تاليسكا.